ما كاينش مآمن، ما كاينش مآمن، حيد عليا حيد عليا. لقيتو مع اويلي اويلي، شنو عندك انتي؟ نعم علاش عملتي هيدا؟ علاش انتي عملتي هيدا؟ ولو 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 ولي حرق الشيطان الرجيم، هادي غير الكوافوره. سميتي هاجر الغالمي من مدينه المحمديه. كنسكن في حي شعبي، العمر ديالي 30 سنه وشعبيه، وكيعجبوني الشعب وكنبقى شعبيه واخا ما عاد اشنو ربي، لان الا بغى لك الله شي حاجه بغاها لك، واخا ما عاد اشنو غنبقى شعبيه وديما غنبقى شعبيه. نعم، تحدثي لنا على التمثيل ديالك والممثلين اللي بغيتي تكوني قدوه ليك. ديال مثل سناء اقريو، رشيد الوالي، حسن الفد وما غيرهم. لائحه طويله. لائحه طويله. الاكزومبل ديال نجاح اقريو، شي دور دار شو عجبك شي؟ خاي شني عندها، ولكن بالحق هي عندها بزاف د الادوار مي جو مغابيل با. نعم، شي اكزومبل من شي مسلسل كنت تفرج شي فيه؟ ملي قبطها رشيد الوالي، كانت بتلات مع تحياتي للفنان رشيد الوالي، وكانت ملي في المسار ديالو الفني ان شاء الله يكون في مسيره طويله وان شاء الله تدوم عليه بالفرحه والسعاده. ومثل زعما كاينه مثلت هي وياه، واحد شويه هازين قنيه، واحد شويه لقاتو مع الكوافوره، لقاتو مع اويلي اويلي، شنو عندك انت؟ نعم علاش عملتي هيدا؟ علاش انت عملتي هيدا؟ ولو 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 ولي حرق الشيطان الرجيم، هادي غير الكوافوره، هادي غير بنت الحومه هنا كتسكسكن. شكرا، تبارك الله عليك، تقنتي شي الدور مزيان. سميتو، تحكي لينا على المسيره ديالك اللي بغيتي زعما تكوني ممثله اللي غتمثلي معاها. نتمنى، انا ليا الشرف نمثل مع اي ممثل، اي ممثل مثلهم سعيد ناصري، مثلهم حسن الفد، مثلهم رشيد الوالي اللي تحياتي له كبيره وكنقدروا، مثلهم ساميه اقريو، مثلهم بزاف الفنانين اللي كيعجبوني بزاف وكنحماق عليهم، مثل ديال عرفتي شكون؟ وحيدة الميلودي، وحيدة بزاف منهم بزاف، الخياري استاذ الخياري الله يعمرها دار، ومن غيرهم ومن غيرهم بزاف يعني بزاف. ونجاة، ولكن اللي كيعجبك بالخصوص؟ اللي كيعجبني واعر، كاين الضيع هو الفد هو كبور، قال لي عندي شي نويطات، قال لي فتيحه، قال لي عندي شي نويطات بحال شي قاوري، قالت لي قال لي راه كنحس براسي بحال قاوري، بحال شي مثلا بحال شي قاوري، قالت لي اي بحال اش قول، قالت لي مثلا قالت لي مثلا الا وليتي قاوري اش غادي دير؟ قال لي وعطى الله ما يدار، عطى الله ما يدار. قالت لي بحالاش؟ قال لا تخرج للزنقه ونشرب ما نبقاش مدرق. قال لها وتياش تيا فاتحه الا كنتي قاوريه؟ قالت لي نكون قاوريه. قال لها تكوني قاوريه؟ قالت لي عادي عادي عادي. ما كاينش معامل، ما كاينش معامل، حيد عليا حيد عليا حيد عليا. المشكل اللي واقع نجات، شنو رساله ديالك للمخرجين اللي كيشوفونا؟ كنقول لهم شكرا بزاف، وكنقول لهم الله ييسر لكم الامور ديالكم والله يسهل عليكم، وكنتمنى لكم مسيره طيبه في المجال الفني ديالكم، وكنتمنى ان شاء الله نكون قدوه بالنسبه لكم، ونكون من انا باقا مبتدئه ونكون قدوه ديالكم ان شاء الله. شكرا.